الحقيقي دور مصر في دعم الأشقاء العرب دور مستمر، سواء في قطاع غزة أو حتى في لبنان مؤخرا، ده بيظهر بشكل واضح في كل أزمة بتمر بها المنطقة من خلال توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة زي الطيارة اللي وصلت لبنان امبارح محملة بالمواد الإغاثية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن المساعدات المصرية وإزاي بتساهم في تخفيف الأزمات الإنسانية من الإعلامية اللبنانية أسماء وهبة عبر زوم. صباح الخير عليكي أسماء، أهلا وسهلا بيكي. صباح النور أستاذتي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، طمنينا على الأوضاع الحالية في لبنان، يا رب تكوني في مكان آمن، وطمنينا على أهلنا في لبنان. طبعا نحن امبارح ما حدا منا بلبنان نام فعليا، لانه امبارح القصف كان عنيف للغايه. قامت اسرائيل بالامس بقصف محطه بنزين من اكبر محطات البنزين على طريق المطار، مضافا الى ذلك قصف المنازل السكنيه في ضاحيه بيروت الجنوبيه. انا بالنسبه لي انا عم بحكي حضرتك وانا تاركه بيتي منذ قرابه الاسبوع، ويعني والاف والاف، يعني عم نحكي عن اكثر من 1.5 مليون نازح بلبنان. امبارح كانت ليله دمويه، مش عارفه شو بدي اقول، يعني انا عم بحكي لكم ونحن عم نشم ريحه عصف التفجيرات اللي صارت. يعني هل لك ان تتخيلي انه بيقصفوا محطه بنزين؟ يعني امبارح كان لها يعني امبارح الساعه 12:30 بالليل السما مضوايه، يعني شيء يعني دائما الواحد بيقول انه حتى الاجرام يجب ان يكون له حد، يجب ان يكون له سقف، ولكن هذه المره ما يحدث في لبنان لا، يعني غير مسبوق، ما حدث بالامس كان غير مسبوق. فما نحتاج اليه الان بالفعل وفي هذه اللحظه هو وقف اطلاق النار. تتحدث كمالا هاريس قبل قليل عن انها سوف تقوم بارسال مساعدات انسانيه الى لبنان. الولايات المتحدة الأمريكية مشكورة على ذلك، وبالطبع كل من أرسل، ولكن أتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية لأنها صاحبة القدرة والقرار في إيقاف هذه الحرب وإقناع الحكومة الإسرائيلية بضرورة وقف إطلاق النار الآن من أجل الحفاظ على سلامة المدنيين الذين يدفعون ثمنهم فقط. صحيح، يعني أسماء كل دعواتنا، كل عقولنا وقلوبنا هنا في مصر مع إخواتنا وأشقائنا في لبنان. اتكلمت عن المساعدات الإنسانية وعن التدخل الدولي في مساعدة أهل لبنان، كلمينا عن طائرة المساعدات المصرية اللي اوريدي وصلت لبنان امبارح، زي ده أكيد بيأكد على التواصل والدعم ما بين الشعبين المصري واللبناني. طبعا مصر يعني هيدا مش جديد عليها، يعني وهو تحديدا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني لم يقصر يوما مع لبنان، وحتى منذ انطلاق هذه الحرب كانت مصر من اولى الدول التي اصرت وبادرت للدخول في العمليه السياسيه لوقف اطلاق النار، فهيدا معروف عن مصر وعن فخامه الرئيس. اما فيما يتعلق بالطائره التي حطت بالامس فهي تحمل مساعدات طبيه بالدرجه الاولى، وهذا الذي تتميز به دائما المساعدات المصريه، يعني حتى المستشفى المصري الذي الموجود في لبنان منذ حرب 2006 تخيلوا انه لم يغلق ابوابه، يعني عم نحكي عن 18 سنه، هذا المستشفى يعمل في لبنان منذ 18 عاما باسعار شبه مجانيه لكل اللبنانيين وحتى للاخوه السوريين. فاليوم نحن نتحدث عن الدور المصري، مصر هي ام العرب اذا فينا نقول، ونحن نعول عليها كثيرا، ليس فقط في مجال المساعدات الانسانيه اللي هي ولا مره افكرت فيه، ولكن نحن نعول اليوم وتحديدا على دور فخامه الرئيس في الضغط بشكل كبير لبدء العمليه السياسيه، قبل بدء العمليه السياسيه وقف اطلاق النار. نحن ما نحتاج اليه الان استاذ الكريم وقف اطلاق النار، الناس في الشوارع. امبارح هل لك ان اصف لك انه في ناس ما زالوا في ضاحيه بيروت الجنوبيه، ما معهم مصاري، مش قادرين يطلعوا من بيوتهم، في ناس امبارح علقوا داخل هذه البيوت، يعني تخيل انه السماء بيكون فيها سحب، لا السماء امبارح كانت عم تشتي قصف، كانت عم تشتي نيران،
يعني اطفال امبارح علقوا بالبيوت، اللي قدر طلع راح وقفوا على البحر، لكن قصة يعني الواحد شو بده يحكي. لذلك نحن نعول على دور مصر بالدرجة الأولى في الضغط لوقف إطلاق النار الآن. نعم. أشكرك شكرا جزيلا الإعلامية اللبنانية أسماء وهبة، كنت معنا من لبنان. طبعا كل عقولنا وقلوبنا ودعوتنا لأشقائنا في لبنان.